مرحبا. اهلا نبهات خانوم، ما بتتصوري قديش انبسطت بجيتك. اهلا وسهلا. لانه حضرتك اصريت علي كثير لاجي ما قدرت. شكرا. تفضلي ارتاحي يا خانوم، تفضلي. مهلبيه، ليموناده، قهوه تركيه، شو جاي على بالك تشربي؟ بس قولي لي انت. لا شكرا، ما بدي شي. اسمعي البيك، خير صاير شي يعني؟ ليش طلبت تشوفني؟ انا وقعت. عفوا، قصدي لما شفت حضرتك وقعت شكت على راسي وحسيت انه قلبي يتحرك في شيء. قصدي شو هو؟ كانه اول ما شفتك هذيك المره رجعت تنشطت من جديد وما قدرت اعبر لك عن هالشيء. شو هالحكي الحلو هاد اسماعيل بيك؟ بتصدقيني كمان متفاجئ مثلك بالحكي اللي حكيته. نبهات خانوم، تقبلي تتزوجيني؟ نبهات خانوم، صرنا ساعة قاعدين ولسه لهلا ما جاوبتيني على سؤالي. عفوا، بس انا ما بعرف شو بدي جاوبك. اسماعيل بيك، بس انت ما رفضتيني مزبوط؟ يعني في احتمال توافي؟ بس يا ريت لو فينا نتعرف على بعضنا اكثر. مزبوط، بس نتزوج نتعرف على بعض اكثر. بتعرفي لانه ما عاد في عنا وقت نضيعه. بدك تتركني شوي لفكر، يعني انا ما كنت حاطه ببالي هالفكره، خاصه بعد ما توفى جوزي. قلت لي بدك تفكري. يعني في احتمال توافقي؟ اهلين عمي، وينك لهلا؟ انشغل بالي كتير عليك. إلك عندي اخبار حلوه كتير. خير، شكلك رايق كتير اليوم. ان شاء الله على طول. عمي احكي لي بقى، قل لي شو هالاخبار. انا رح اتزوجها بنتي، فاجأتك ما؟ انت مو معقول عمي، قد ما كبرت بالعمر بيضلوا دماتك خفاف وعطول تطلع مهضوب، ما بلاقي مثل قعدتك. اللي من وين جبت هالفكرة بآخر هالليل؟ اللي عمي شو صاير؟ أنا ما عم أمزح معك مديحة، عم بقلك بدي اتجوز، شو صار ليه؟ يا الله، طلعت عم تحكي جد عمي. يعني بدك تجيب لي حماية فوق راسي؟ مو معقول، ما مصدق الموضوع. بدك تعمل عرس؟ مشان جاهز شو بدي البس؟ مديحة، حاجة مسخرة، زودتيها، حاجة ما حاجة عمي، وجعني بطني من الضحك. ما عم بقدر وقف. عم نتخيلك متجوز. لا تأخذني عمي، مو بإيدي، ما عم بتحمل. اسمع، بدك تتجوز، أنا رح أشهد على كتب الكتاب مين الصبية سعيدة الحظ. أصلاً أنا الحق علي يلي جيت وحكيت لك. عمي استنى شوي، لا تروح. حلي عني مشان ما بقى أضحك أبداً. لا تروح، ما عاد فيني. ناجية. نعم نعم مديحة خانم. ساعديني، ما عم بقدر وقف ضحك. ناجية جاي جاي. أخوينك تعي قليلي شي مصيبة، بركي بسكت. تعي ناجية تعي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.